اجدادكم من هوره لكتاب، وانا اشيد اولادكم هالحفله التراب من ريحه اجدادكم من هوره لكتاب، وانا اشيد اولادكم اذا تركتوها ورحتوا ونسيتوها، اذا تركتوها ورحتوا ونسيتوها شو بدهن اطفالكم يتعلموا. أحلى فرحة البواب لما بتلاقي الأحباب، ما أحلى فرحة البواب لما بتلاقي الأحباب، وباب الدار العالي يضحك لرجوع الغياب، وباب الدار العالي يضحك لرجوع الغياب، راجعين يعمروا الراجعين ويعلموا. بالغابات وحوش المال بتهب الرياح، وبهوهام دروج المال بتشم الرياح، بالغابات وحوش المال بتهب الرياح، وبهوهام دروج المال بتشم الرياح، تكسر المراكب وحامل الحبايب، تكسر المراكب حامل الحبايب، نسرق الأحلام نشرع الملاح بالغرق تحكموا. احلموا قد ما فيكن شو ما بدكن أحلام ارسموا. سلام يا ريان احمر يا ريان، هيا موز يا كوشا، يا ريان اسود يا ريان اسود، السلام عليكم. سلام يوم سهلين. سلام يلا يا ريان اسود. قدر عمي تمام. ايه سيدي يجينا هلا. مرحبا عمي ابو العز. ليل وسهري. الله يسعد صباح. الله يعطيك العافيه. الله ليش رفقت حالك يا سيدي؟ يا سيدي السلام عليكم. الله ما الله يجبر عنا. اهلين وسهلين يا سيدي. ديو ديو اما شو بيتنجانات نقايين على الصينية كل حبة واختها. الله يسلم هالإيدين يا أبو سعيد. صباح الخير عمي أبو سعيد. أهلين صبر خانم. أمي وصلتي؟ لسه أمي لسه. خير مري. بدي 10 جرز بقدونس وكليين بندورة وكم خسة وشوية بصل أخضر، بس يكونوا زرافها مشان التبولة. مو على عيني وراسي، بس شو المناسبة؟ نجاحي. إيه
ألف مبروك إن شاء الله، إن شاء الله تخرجتي وصرتي مهندسة. يعني ها عدت كوساية، باقي لي سنة وبتخرج. ألف مبروك، عقبال ما نفرح فيك إن شاء الله. الله يخليك، لا تنسى. على راسي، بكرة بيكونوا عندك. شكرا كثير، يلا أمي سابقتك. إيه أبو سعيد، كم كيلو هدول؟ 15 كيلو، مثل ما وصيتيني. وقديش حقهم؟ مو فارقة بيناتنا، قد ما بدك تدفعي. هذا حقك يا أبو سعيد. يا ستي إليك الكيلو بخمسة، منيح؟ يكتر خيرك، بس هلأ ما معي أعطيك. لا يا ست محسان، نحن أهل ولو مقدمين بلا حقهم. تسلم يا أبو سعيد، واصلي مشوار ربع ساعة وبرجع باخده. ماشي، توكلي على الله. هيا بوز يا كوسا. صباح الخير يا أبو سعيد. أهلين أبو عمار. الله يبارك لك يا أبو سعيد، طلعوا 27:30 طافشين شوية يا أخي. الله يسلم الإيدين. شو هاد شو هاد يا بي؟ شو صار بالبيت الجانات اللي وصيتك عليه؟ يا سيدي ام سعيد عم تقول ما بتبعت لكم بيتنجان اذا ما بتطلع اختي ام العز وبتنقيهم بايدها. على عيني والله. اخي اليوم ان شاء الله بنتفق انا وام العز بنشوف ايمتى بدنا نجي لعندكم. ما بدها بعد بكره الجمعه بتطلعوا لعندي بتعملوا سيران وبتنقوا البيتنجانات. وانت قلت ايه بس بدكم تبكروا. اه ان شاء الله ان شاء الله بدنا نتغدى سوا هنيك باذن الله. امرك. شاي على النار. ايه مشي دقيقة بس. على عيني يا ريان احمر يا ريان. شو بدك عمي؟ كيلين. كيلين على راسي. بدك تاكل كوسا وتدعيني. سعيد تركونا. ليك اخوك تركوا لك شنتير. تركونا ابو سعيد تركون، خليهم يلعبوا. لك الولد اذا ما لعب ما بيكبر. الله وكيلك رح يجنني هالولد، صار بالصف الثامن ولساته حاطط دابه وداب اخوه صغير. اتركهم خليهم يتعلموا يحلوا مشاكلهم لحالهم. لك ابو سعيد هدول هدول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم زينة الحياة الدنيا، بس بيحطوا العلة بالقلب. لا يا ابو سعيد لا، الله يرضى عليك لا تقول هيك، لانه لك اخي ما في علة بالدنيا الا انك تطلع على واحد منه لا سمح الله وما تعود تشوفه، مثل ما صار معي بابني عبد الله الله يرحمه. تعيش وتترحم. دخلك بدي اسالك، شو اخباره الاستاذ معتز؟ ان شاء الله خلص دراسته؟ لا لا الحمد لله الحمد لله، من كم يوم الله يرضى عليه بعث لي مكتوب قال خلص رح ياخذ الدكتوراه، ما صفيا غير يشكلوا لجنه ويناقشوه قال بالرساله وما الرساله وبعدين يعطوه شهادته ويجي لهم. ان شاء الله بيرجع بالسلامه وبتجوزه وبتفرح فيه. الله يسمع منك يا ابو سعيد. يعني الدغري ما لي بصدق امتى يرجع لهون لجوزه وافرح باولاده. ان شاء الله. لك شو صار مع النسوان؟ ما خلصوا تعطيف باذنجان؟ لك يا سيدي اتركهم، هدول اذا ما اشتغلت لساناتهم ايديهم ما بتعرف تشتغل، ومتى ما اشتغلت لساناتهم واخذوا الحال ايديهم تنشل. قلتك خلينا اشغلهم احسن ما يشتغلوا فينا. الله يسلم هديات يا ام سعيد. ودياتك يا رب. أمانة ها، إذا ما بيكفوا لنقطف غيرهم. بيكفوا وزيادة، تعرفي ما في غير راسي وراس أبو العز بهالبيت. الله يرجع لك معتز بالسلامة ويفرحك فيه يا رب، وإن شاء الله بتفرحي بولادك. الله يسلمك. أبو سعيد. يا أبو سعيد تعال احملي شوي البتنجان. أيوة شفت بلشوا يشتغلوا فينا. منيح اللي خلصتوا، قمتنا من جوعنا. يلا رايحين نجهز التبولة والسلطة.
والله ان شاء الله بعيشوا هالديات. دياتك يا ماما ما نشعل مع البابور. معلش يا امي بلاها القهوه، الغدا صار جاهز. بعده هالبيت على حاله، بغيب بغيب وبرجع بلاقيه مثل ما هو. يا شو بده يتغير فيه؟ ايه يعني الواحد بجدد بيغير. بتصدقي يا ام العز، عندي كل دقيقة بهالبستان بتسوى الدنيا وما فيها. لك اذا بغيب براته نص ساعة، نص ساعة بحس نفسي عم يضيق وصدري عم يطبق وبحس حالي بدي اختنق وما بعرف امتى ارجع. انتي غريبة يا ام سعيد. ايه انا قطعيني ما بقدر اعيش هالعيشة يلي عايشتيها. طول النهار شغل بالبستان وشغل بالولاد وشغل بالبقرة وفوق هاد مدابلة البابور. لك على القليلة جيبي لك غاز. شو؟ غاز؟ اصلا انا ما بحبه وبيني وبينك بخاف منه لما بسمع بسيرته. لو اجت علي ايه ما بطبخ الا على الحطب. نيالك شو قنوعه. دوقي ام العز، دوقي لي هالتبولات اذا ناقصهم شي. تمام. يعيش والايدين يا رب. صحة وهنا. طيب هلا ما بدك تفهميني شو اللي زعجك؟ طيب حاضر، جاي فورا. مع السلامة. الو، مرحبا بابا. اعطيني الماما. استني استني، بعثت لكم الشوفير معه شويه اغراض، هلا بس يوصل بتنزلوا بتساعدوه فيهم. يلا روح جيبي الماما. الو مرحبا خلدون. لا تنتظروني على الغدا اليوم، انا معزوم. لا بجوز انزل على المكتب فورا. يا ام خلدون بتعرفي يعني واجبات بدي اعملها. طيب طيب مع السلامة. مرحبا. خير يا طير؟ تليفونك جنبي كرفتي، لو يطلع بايدي اخذت طائره لحتى اوصل بسرعه. وبعدين بقى شو القصه؟ شو بكي؟ احكي. انت بتعرفي على اني ما بقدر على سعادتك، بطق بموت بنجلت اذا حسيت انك مزعوجه. يعني عجبتك عيشتنا مع بعض؟ طول نهاري قاعده بين اربع حيطان، ما في مين احكي معه ولا مين اتسلى معه، حتى جيراني مالي قدراني اعمل علاقه معه. وقت اللي بطلع مشوار انا وانت او نتغدى بشي محل لازم نبعد كتير لحتى ما حدا يشوفنا. طيب اهدي وخلينا نتفاهم على رواقه. على شو بدنا نتفاهم؟ رح حاسه روحي رح تطلع. يا رغدة انت بتعرفي وضعي كويس وهذا كان شرط من الاول. وافقت على اني انزل على ضرة بالسر، بس ما وافقت اني اندفن بالحياه. الحق عليكي، قلت لك انزلي اتسلي بالمحل، ما بتعودي بتملي. رفضتي، أصريتي إنه أخوك يستلم المحل. لأني حابة أتفرغ لك، حابة أتفرغ لزوجي وحبيبي، بس ما كنت عارفاني إن نص وقتك رح تقضيه بالشغل والنص الثاني مع مرتك وولادك. يا رغدة يا حبيبتي وضعي بتعرفيه كويس، أنا ولادي صاروا شباب وبالجامعة، ما بريد يحسوا نهائياً على إني مهملهم ومهمل أمهم. بعدين أنت بتعرفي أنا مركزي حساس ومرشح كون وزير بأول تغيير وزاري. رغدة حبيبتي لازم تفهميني، أنا مالي قدن لأخوات أم خلدون. إذا حسوا بأي شيء بليلة ما في ضوء قمر بيحملوني بيشلفوني بالشارع. ما أنا هذا اللي مخوفني، أنا ما عندي أي ضمان لمستقبلي إذا صار لك شيء لا سمح الله. ضمان شو؟ هاي البيت باسمك وعندك 5 ملايين بالبنك وعندك محل، شو بدك أكثر من هيك ضمان؟ بدي جيب ولد. نعم. مو من حقي؟ هذا الموضوع ما بدي اسمعه من تمك مرة ثانية أبدا. ليش أنا مو من حقي صير أم؟ نحن مو تزوجنا على سنة الله ورسوله، ولا أنا زوج احتياط؟
مسكينة جوعانة، تعي كلي. يلا إن شاء الله فيها العافية والهنا. حقك علي، نسيتك أنا. كلي كلي كلي. يا مسعيد يا سعيد، روح دور المي على الزيتونات. ليش كل مرة أنا؟ خلي سعاد تحولها. سعاد بدها تساعدني بتحويش الفليفلة. يلا أمي الله يرضى عليك. سعاد روحي جيبي سحارة فاضية أمي مشان تحوشي معي الفليفلة. أوام، شو قلت لك أمي؟ بتروح بتدور المي على الزيتونات، هلا بيكونوا عطشانين وهلا الشمس بتحمى. أنا ما بحب الشغل بالبستان، كل رفقاتي بتعلموا مصلحة بالصيفية وبيطلعوا خرجية الشتاء. لا ليش، شو بالشغل بالبستان؟ بعدين شو يعني؟ منجيب ابن الجيران يشتغل؟ بعدين حمد ربك ألف مرة إنه عندكم هالبستان عم تاكلوا من خيره ونعمته. أنا شو شايف من خيره غير الأكل بالشغل؟ وعلمك اللي تعلمته ولبسك وخرجيتك. بعدين أبوكم منين عم بيجيب المصاري اللي عم يصرف عليكم؟ مو من خير البستان؟ ليك هالمسكليت ما رضي صلحة، قلت له خليني اشتغل ميكانيكي مع رفيقي بس هو ما رضي. بلا حكي فاضي، روح دور المي. ما بدي روح. عم قلك روح. ما بدي. طيب انا بفرجيك لابوك. يا سيدي، وهي الفاصوليات وهي الخيارات. يسلم والدين. الله يسلمك. وينك يا ولد؟ تعمل ليه؟ تعال شوف، تعال خذ اكياس الخضره وديهم لمعلمتك بالبيت ورجع فورا. حاضر معلم. شاي جاهز معلمي. ماشي، لا تأخر. طيارة. تفضل سعيد. اي والله الله يعوض عليك. نعمة يا سيدي، زاد لك 10 وهي 10. اي مو محرزين يا سعيد. اي ما بيصير استاذ سمير، كل ما زاد لك معي بتقلي مو محرزين. تخنيت. ولو ابو سعيد بيناتنا خلص، ضبه ونفوت نشرب شاي. يلا يا امرك. علم ابو سعيد. بيت اهلين استاذ سمير. وي كاسة شاي على كيفك. اي والله الله يسلم اليدين ويديك. اي سيدي، مو لازمك باذنجان مشان مكدوس. لك صحيح ذكرتني، بدي شي 15 كيلو بس يكونوا منقايينها. قليل، شو بالظاهر مالك متجوز استاذ؟ لا والله ما من لهي بنت الحلال، حواليك شي عروسة بسعيد. لك سيدي، الله يبعث لك بنت الحلال اللي تسر قلبك وخاطرك وتعمر لك بيتك. الله يخليك يا ابو سعيد ويكرمك. الو، اهلين ابو النبل. جاهزين؟ حلو اخي، حطهم بسياره وديهم لمستودع شريف بيك. لك اخي ضروري بسيارتك، دبر لك بيك اب وديهم فيها. خلص انا بدفع لك 1000 ليره. ماشي، لا تاخر، مع السلامه. لو عندك يا ابو سعيد بيك اب بدل الطنبور، كنا بعتناك مشوار استفدت لك ب 1000 ليره. شو الحكي؟ مثل ما سمعت. والطنبور تبعي ما بيمشي حاله. يا لطيف. شو صار؟ لا 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 لا، كان راح لقديش. تعال امشي يا عمي. وعجليك استاذ، وعجليك. الله يصلحك يا ابو سعيد، اربطه قلت شجر. سيدي نصيب. ولا قال لك المرة الجاية ركب له فرام ايد اقوى. ايه قلتك. يا سيدي بتريد شيء؟ سلامتك الله معك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ريان اسود يا ريان. علمية وديت الاغراض على البيت بس قال لحام لهلا ما بعتلهم اللحمه. شو هالحكي؟ هيك قالوا لي. تعال نحكي معهم. شو معقول حمل واحد بالسياره بيطالع 1000 ليره؟ ما عم صدق. معه حق سمير. الله يجيرنا، شو اللي كسر الخشب هلا؟ سعيد محمود. نعم. يلا يا ابي يلا طلعوا نزلوا سحاحير. حاضر يا ابي. يعطيك العافية يا أبو سعيد. الله يعافيكي. سطح البايكة بده قلب ومساواة من جديد. اليوم لقيت خشبة من خشبات السقف مكسورة. شو اللي كسرها؟ ما بعرف، أكيد مسوسة لحتى انكسرت. بسيطة، بعد الموسم منظبطها.
أنا خايفة يقع على البقرة وبعدين نندى. لا تخافي ما بيقع. أنا قلبي مو مطمن. أوهو علينا، ما بكفيني تعبي طول النهار وركدي ودوارتي بالحارات. ما في داعي للتعصيب، عم خبرك إنه خلاص فهمنا، رح روح شوفها. هلا وقتك. العمود يلي حاطه؟ أنا عمود بالبايكة تحت الخشب المكسورة. هذا دعمي حتى السقف ما يسلوت. بس السقف كله لازم يتبدل. منبدله إن شاء الله، بس بعد ما يخلص الموسم. وبركي دقرت فيه البقرة وسلط السطح. اربطوها بعيد عن العمود ما بيسلوت. بس هذا مو حل، بخاف إنه. أوهو علينا، خلينا نعرف نكمل هالحساب بقى. لوك اف، وين صرنا يا ابو سعيد؟ وين صرنا؟ ايوه 195 اذا قلنا شوال بتنجان 275 صاروا 430. يا حبيبي يا حبيبي، لك ايمتى بدنا نقبض؟ ألو ألو ألو، خذ هدول القضابين الخالصين، بعد الرخص تبعهم جيب لي اياهم لحتى وقعهم. حاضر. وهي تبعت بتشكل لي لجنه جديده غير اللجنه الاولانيه، تبعتهم يكشفوا على المعامل وعلى الماكينات. ماني مقتنع لانه بكشف اللجنه السابقه. حاضر استاذ. لحظه لحظه، ايوه خليك على التليفون شوي. اعطيني الاطباره هي بدي. ايه هي هاي اطباره عبد الستار، بس يجي يراجع مشانها. تبعت لي يا لهون. حاضر. لا تخلي حدا يفوت. حاضر استاذ. رغدة بعدك زعلان؟ غلطت منك السماح. رغدة، نحن متفاهمين ومتفقين على كل شيء قبل الزواج. خلص أنا آسفة، ما بتقبل اعتذاري؟ طيب ماشي حال. طيب تعال تغدى عندي. لشوف. ما عاد فيني، رح طق، بدي صالحك. طيب طيب ماشي. طيب لا تتأخر، رح انتظرك. ها لا ما رح أتأخر. مع السلامة. خايفة ما تيجي. خلص بقى، أنا آسفة، انسى كل شي حكيته.
انتو نسوان عجيبين غريبين، بتكون ضحكتكم شبر بس تتزوجوا بدري شو بصر لكم، تنقلبوا قلب. ما صرنا 6 شهور متزوجين بلشنا بالمشاكل، يعني ما بكفيني هنيك مرتي وولادي. صدقني يا ابو خلدون الملل هو السبب، ما في اصعب من انك تنام لوحدك بشقة طويلة عريضة. حاول شي مرة تقعد لحالك يوم كامل بالبيت، شوف شو رح يصير فيك. طيب اطلعي غيري جو، شوفي رفقاتك، روحي لعن اخوك السلي معه بالمحل، بتريدي يجيب لك حرمة تسليكي وتشتغل معك؟ لا ما في داعي، ما بدي حدا يحس بزواجنا. رغدة ما بدنا نفتح هالمواضيع مرة تانية، أنا بجي لهون لحتى أنسى همومي ومش أكلي ولحتى زيدون. خلص تكرم عيونك. لك عندي مفاجأة. شو هي؟ سيارة. عن جد؟ في مزح بينك؟ طيب طيب جاي. مرحبا ابو العز. اهلين اهلين يا حبيبي. اهلين يا حبيبي، الف الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. لك ابني كنت خبرنا مشان نطلع على المطار نستقبلك. ما حبيت اعذبكم. وين امي؟ جوا. فوت فوت سلم علي. اجيب الشنطه. لك ابني تريق الشنطه. فوت فرني حلبه. فوت. لا 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 لا. ايه ليه الزراعيه من بيت ابو العز؟ يبقى رجع ابن هون. ايه الله يهنيهم ويديم الافراح ان شاء الله. امين. الناس لا يهمي امي. زلقتي زلقتي، لا تسمعي كلامه، خلي كل الناس يعرفوا انه دكتورنا شرف. شو القصه ابو حسان؟ هذا معتز ابن ابو العز، الظاهر رجع من السفر. ايه الحمد لله. الحمد لله. تعشى منيح يا بي؟ ما أكلت شي. تعشيت بالطيارة. الحمد لله الحمد لله على النعمة. بتعرف معتز إنه ربي حقق لي أمنيتي؟ شو هي بقى؟ يا سيدي كنت كل ما أخلي الصلاة أدعي لربي يطول بعمري لترجع بالسلامة وأقعد أنا وياك بأرض الديار ونشرب كاسة شاي جنب البحر. بتعرف أبو العز بفرنسا في حارات شعبية بتشبه حاراتنا. ايه وكنت كل ما اشتاق للبحرة وللبيت روح اقعد هني. بري عليك، هيك ابن الاصل لك ابني، ما بينسى ناسه واهله، ما بينسى اهل حارته. ما بتتصور قديش كنت خايف انك ما ترجع. شو قصدك؟ كنت خايف تغريك الحياة هنيك وتتجوز لك شي وحدة اجنبية وما تعود تسأل عنا. وأكثر شيء كان يموتني رعبه لما يتأخروا مكاتيبك. يا لطيف قديش قعدنا أنا وأبوك بأرض هالديار وشنا بوش بعض، نحلم برجعتك هيك مشان نجوزك ونفرح فيك ونشوف أولادك. كنت خايف يموت قبل ما. شو بنا أمي؟ شو بنا أبي؟ قلبتولنا يا هم ونكد هلا؟ الله يبعد عنا الهم والغم. صدقني لو بعرف زلغيت لزلغطت أكثر من أمك. ما بتتصور قديش فرحان برجعتك بالسلامة. ألف حمد وشكر لك يا رب باللي رجعت لي معتز دكتور قد الدنيا حتى أرفع راسي فيه قدام أهل الحارة. بصراحة أنا ما عاد فيه، استويت. وين بدي نام؟ شو الحكي؟ غرفتك عم تستناك يا بي. يلا تصبحوا على خير. وأنت من أهله. ان شاء الله الف مبروك يا عمي ابو العز وعبال ما تفرح فيه. الله يبارك فيك.
وعقبال عند اخوك ابراهيم. تفضل عمي. مبروك ابي بالعز. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم. الله معكم، مع السلامه. اهلين وسهلين عمي. مرحبا. اهلا ام حسان. مبروك يا ابو العز، الرجاء معتز. الله يبارك فيك وعقبال ما نفرح بسمر. تفضل. الله يسلمك. ولو انه من هم وما بقول يا ابكم تجوا تباركوا لنا بالبيت. هذا واجبنا نحن اهل. مري اختي. بدي كيلين لبن ونص كيلو جبنه. ايه على عيني. اهلين ابو سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه سيدي ها، وهي الحليبات. حطهم عندك يا ابي، حطهم عندك. الله يسلم الديات. الله يسلمك. شرف يا ابي. اي والله العمر الطويل، خير ان شاء الله. شو المناسبه؟ معتز اجى من السفر. بالله عليك ايمتى؟ امبارح بالليل. الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. من هم ومقبول يا ابي. لا تجوا تزورونا بالبيت. معلوم، بتشرف. بدي اجي انا وام سعيد مبارك لكم وسلم عليه. لك يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا. ايه يا سيدي. السلام عليكم. وين ابو سعيد؟ شو في؟ شو معك خضره اليوم؟ هاي الخضره مو للبيع. لك على شو؟ هيك للمراه، في جماعه موصيني عليهم. هلا هي كل هالخضره هي تواصي؟ ايه، حدا اخو مرائي شي؟ روحي روحي. خاطرك ابو العز؟ ديه صباح الخير استاذ سمير. صباح النور. خير مبكر اليوم. جبت لكم باذنجانات، قلت لحالي بركي الست الوالده حابه تبدا المكدوس على بكير. شكرا لك. خذ لي طريق لفوت لك ياهو. اخي حط لي اياهم هون ورا الباب. يلا يلا. رح يعجبوكم كثير استاذ سمير. الله وكيلك اعطفهم الصبح منقيهم بالحبه. الله يسلم الديات. ما قلت لي قديش حقهم؟ بسيطة سيدي، مو فارقة بيناتنا، بناخذ بعدين. لا لا هلا، قديش حقهم؟ 150 ورقة. طيب لحظة. أمرك. ما شاء الله وكان، الله يهنيهم. تفضل. إي والله الأمر طويل. خليهم معك، الباقي أجرة تنهايتك. كتر خيرك. الله يعوض عليك كل قرش بعشرة. وعليك سيدي. يا سيدي السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك. سلامي. الله يسلمك. يا سلام على هالدنيا، ناس بتعطيك حتى عباك وناس بتساومك عليه. نعمة. شو هالسيارة الحلوة؟ لك أنا يا عمي يلي معه بيرش على المخلوطة سكر. ايه قول مبروك. لك ليش بتضل حسود وعينك ضيقة؟ يا ستي ألف مبروك، قولي طعمك يطعمني يا رب. المهم كيف الشغل عندك؟ تمام الحمد لله ماشي الحال. طب ليش ما عم تمر وتحاسبني؟ ايه ما في غلة، ما في شي محرز. ما في شي محرز ولا قلت لحالك ما عم تسأل؟ يلا فرصة. أعوذ بالله. لا لا يا أختي، أنا أعمل هيك؟ بعدين لا تخون من أمنات ولا كنت خوان. ياسين أنا بعرفك منيح، أنت ابن أمي وأبي وربينا سوا، بقى هات الدفاتر لشوف. يا ستي قبل الدفاتر، إلك عندي مشروع بيطالع الملايين. أوف، وشو هالمشروع هاد؟ أنت رفيقي وسيم تعرفيه ما؟ لا ما بتذكرته كتير. مو مهم، إلا ما تعرفي عليه. المهم هذا وسيم بياخد بضاعة لروسيا، وعم يأكد لي إنه البضاعة هنيك ما بتهدي، عم تروح ركض. اقترح علي مشروع أني أتشارك أنا وياه. هو يفتح مكتب للتوزيع هنيك وأنا أبعث له بضاعة من هون. وأكد لي إنه خلال سنة ما حنعرف وين نحط المصاري. حلو. طيب قديش بتكلف هالشغلة هاي؟ مو كتير. شغلة 2,000,000 ليرة. شو؟ أنت فعلاً ناوي تطلقني من جوزي؟ لك ياسين أنا ما صار لي غير 6 أشهر متجوزة، كيف بدك يعني أطلب كل هالمبلغ؟ ومين قال لك إنه أنا بدي المبلغ كله؟ لك 300,000 ليرة بس. ندفع الرعبون، وخلال شهرين ثلاثة بنسدد. وكل شيء بيجي بعد منها هذا كله ربح. بس ليك رغدة، الأهم من كل هالشي بدي هذا الموضوع يضل بيني وبينك، وتحديدا جوزك ما يعرف شي نهائيا. رغدة صدقيني الزمن مو مصالحنا، لك إذا ما دبرنا حالنا هلا رح ننمعس معس. طيب رح أعطيك المبلغ بس لحتى شوف شو آخرته معك. تشربي قهوة؟ بشرب. سلمني على معلمك عمي. يا رب.
هات عمك يا بيه. بدي ريح حالك انت، الله يرضى عليك. لك شو عم تعمل؟ انا بجيبهم. لا معلش انا بجيبهم، انت ريح لي حالك. لك شو مفكر ابوك ختيار؟ يا ابوك في عندي ريح من 3 سحاير مع بعضهم. بس ما قلت لي، لك شو كل هالفواكه؟ لك ابني يا انت نسيان انه بدهم يجوا اهل الحاره يسلموا علينا ويهنونا برجوعك. على عيني. بس هدول شايفهم بيطعموا حاره. يا سيدي يمكن نحتاج انت منهم 3 مرات. ان شاء الله يوم عرسها بدي طعمي اهل الحاره 7 ايام بلياليها كنافه ومبرومه. دق لي هالتفاحه لشوف. هاي 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 على مهلك على مهلك. لا تحط انت شيء انا بحط. السياره لساتها جديده لسه ما تهنينا فيها، بدك تقحطها؟ هات ناولني لشوف. هات بابا هات. الله يرضى عليك. يا بي ما بدك تعلمني السواقة؟ علمك سواقة؟ إيه لسه ما تهنينا فيها حبيبي. بدك علمك سواقة حتى ما تهدى فيها رايح جاي زي مي وتكسر ليها بشهر زمان. قال علمه سواقة. قال اطلع اطلع السيارة اطلع. اي 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 على مهلك يخرب بيتك خلعت الباب. لك شو باب بستان؟ باب بستان؟ قوم انزل ما عاد بدي اياك تساعدني. انزل. ابو سعيد ابو سعيد. قوم تقبرني قوم. شبك؟ ليش كنت عم تصرخ بنومك هيك؟ ظاهر كنت شايف منام. بس شو منام حلو. يا سلام. اخ يا ريتو يتحقق. ايه قوم تقبرني. قوم افطر وجهز حالك مشان تروح. على عيني يلا. الله معك. خير ابو العز. اهلين وسهلين. الله يسعدك. خلي عنا يا برودية يا بطاطا. هاي موز يا كوسا. وينك يا راعي الطيب؟ وينك يا برودية يا البطاطا؟ وينك يا راعي الطيب؟ أصابيع الببو يا خيار. أصابيع الببو يا خيار. هيا مولز يا كوسا. يا ريان أحمر يا ريان. مع الخير أبو سعود. أهلين أبو صيف. مرني يا بي عندي بندورة ظريفة كتير. لك اسلم لي عينك دخيل عينك بدي بس دفشة شوي. الله يستر. ايه مو على عيني وراسي. ما عم تشتغل مدري شو صار لها. لك تكرم عينك. يلا يلا روح يا بي. فضيلة فضيلة. ايه عطية. لك عطية عطية عطية. ايه لك شو قصتها؟ ليش ما عم تشتغل؟ لك شو بعرفني شو صار لها؟ هلا كانت شغالة. لا تقول بطارية فضيانة. الله وكيلك ما صار لي يومين مركبها جديدة خلنج فوش. بس انت قوي لي دفشتك شوي. على راسي على راسي فوش. بس الحق عليك ما لازم تهملها حتى ما تقطعها. ايش بدنا نسوي؟ بكل علمي البطارية جديدة. عطية فوش. عطية تنعطى ربشة انت وياها. عطية. ايه لك عطيها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلين وسهلين. وينه هذا؟ سعيد؟ أبو سعيد؟ غريبة وين راح؟ البطارية ما فيها شيء. لكن ليش ما عم تدور مع إنه البطارية جديدة؟ يمكن شي شريط مقطوع أو المرش. أو كونتاك. كونتاك؟ كانت فضيت البطارية. من دفشة صغيرة بتشتغل سيارة. معناتها في شريط مقطوع. حضرتك كهربجي سيارات شي؟ لا طنبرجي انا اللي دفشته. كلين طابشين ناولنا 20 ورقة. ها
عود عليك عمي. يا اخي وين راح؟ شغل نشوف. يلا بسم الله. شغل مرة ثانية نشوف. اعطيها اعطيها. مشي الحال. خلاص هلا صلحت يعني ما عاد تقطعنا مرة ثانية. صلحنا العطل بس بنصحك تغير السلسيون لأشرطة مهترية. سيدي بنمشي الحال هلا ماشي الحال. ما بيصير ساوي مثل ما عم يقلها غير السلسيون أحسن ما تقطعك مرة ثانية. سيدي لحتى الله يرزقنا منغير السلسيون. شو طلع لك معنا عمي؟ 500 ليرة. ايه تكرام. شو؟ ليش 500 ليرة؟ كتير أخي. شوفت عينك صلنا ساعتين عم نشتغل فيها. لا 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 أخي نحن جماعة درويش وبنتكرم. ماشي الحال أعطيني 450 ليرة. لا بدك ترعينا أكتر من هيك. أقل من هيك ما عاد توفي. ليش أخي؟ يعني الحالة وقفت ساعتك 225 ليرة. يعني طول النهار بعدح تحت الشمس وعلى كعابي ويا دوب توقف ساعتي 25 ورقة. ليش حضرتك مو صاحب السيارة؟ لا أنا اللي دفشته. لكن ليش كترة الغلبة وأنت مو صاحب السيارة؟ هيك يعني حابب تنور. بركي الله هيك سبحانه وتعالى رزقني بسيارة مثل حكايتها بصير بفهم بالكهرباء وبالميكانيك. شرف عمي تفضل تفضل عمي. هي ال 450 ورقة تبعك ويعطيك ألف عافية. لا تأخذنا شوشت راسي. سلام عليكم. وين وين يا ابي وين رايح؟ رايح اتسبب رايح على شغلي. ما حذرت بدك توصلني. لا وين؟ لمحل ما دفشتك. شري عود عليك. واقف واقف خلط مالك. ها خلط الله معك. ابو العز أهلين وسهلين. مرحبا. الله يسلمك إيديك. الله معك أبو سطيف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الله معك. وين رحت لك أبي؟ حطت سيارته دفشت له اياها لعند الكهربشي وجي. احكي قول شغل بالنا عليه. هذا اللي صار. شرف سيدي شرف. مسيك دور. شو دور؟ حق الخضرة اللي بعت لك اياها. الله يجزيك الخير. وين شو هالبتنجان اللي كان على الطنبور؟ الله جبار بعت لك يا زاد منه شوي حتى تم بالسحارة. الله يصلحك ويهديك. هدول كنت جايبهم لجماعة. الله يسامحك يا ابو سعيد. هلا فوق حقه دقه. بسيطة بكره بنجيب لهم غيرهم. خاطرك. الله معك. هاي موز يا كوسا اصابيع الببو يا خيار. دقيق دقيق دقيق. يلا يا ابو سعاد. نعم يا يلا امي قومي لنحضر الغداء قبل ما يجي ابوكي. يلا قوم. شو وينه اخوكي سعيد؟ راح من الصبح ولهلا ما رجع. بركي عند رفيقه. يا محمود محمود. نعم يا امور. تعال هلا شوف. يلا امي. يا ابو سعاد. نعم يا امي. الله يرضى عليك اقشر البطاطا قوم. حاضر يا امي. امي روح سألي على أخوك إذا كان عند رفيقه أحمد. إذا ما لقيته هنيك بيكون عند بسام. يلا ركض لشوف. حاضر يا مو. يا ريان أحمر هيا بلدانية الفاصولية. يعطيك العافية عمي. أهلين الله يعافيك. هلا شفت لي الخضرايات مقطوفين تازة ومنقعين تنقعي. أنا ماني عارفان شو بدي أعمل باللي عندي. اسمع مني برعيك فيهم. الله يرزقك. لك اخي بلالك هالنزلة على سوق الهال وعذاب سوق الهال. لك اخي شوف الخضرة عندي مصبرة فوق بعضها. بحضها الرقبة انت الخسران. الله يجبر عنك. ايه الجبر على الله. الله يجبر. كلوا امي كلوا. لا تخاف وهلا بيجوا بإذن الله. يلا تقبرني. يلا ماما. يلا حبيبتي. يا ربي معقول هذا يلي عم بيصير؟ لا سعيد مبين ولا أبو سعيد مبين. لا إلا لا أنا مو قدراني أسكت أكثر من هيك.
شو وينه؟ يا أم سعاد سخدي الأكل اللي جابوك. أوام أوام أهلين أبو سعيد، شو وينك لهلا؟ انشغل بالي عليك. ما تيسر معنا الشغل، أنت تأخرت شوي. عمرهم ما ينباع، وشو هي أول مرة ما بتنباع معك الخضرة؟ طيب ارجع ولا تشغل لي بالي. وليش لحتى ينشغل بالك؟ شو هي أول مرة بتصير؟ بعدين أنا مالي ولد صغير حتى تخافي علي. بس هي أول مرة بحياتك بتتأخر. وسعيد ما شفته؟ ليش وينه؟ ما بعرف، طلع من الصبح ولهلا ما رجع، أنا افتكرته راح معك. لكون عند حدا من رفقاته. لا، سألت عليه كل رفقاته ما حدا شافه. شو وين فايت؟ إذا ما أجا من هون لساعة أنا بروح بدور عليه. من هون لساعة؟ بلكي الولد صاير معه شي، هلا بدك تروح تدور عليه. وين بدي روح دور عليه؟ ما قلتي سألتي عنه كل رفقاته ما لقيتوه؟ لكن بدون ما تعرف وينه. شو هي أول مرة بيغيب فيها عن البيت؟ بس بيكون عند رفقاته، هالمرة ما لقينا عند حدا منه. يا روج يا سعيد. لا سعيد، تعال هون، شايفتك لا تتخبى، تعال هون بسرعة. وام وين كنت من الصبح لهلا؟ انا شغل هاد ميكانيكي. لك ميكانيكي؟ انا ما قلت لك ما في شغل. والله خليكي الله يتركني. لك ما قلت لك ما في شغل برات البستان؟ اذا ما بتسمع كلامي لك اتركيه بقى، رح تموتيه من القتل. اتركيه وماتي لك حاجتك بقى. اهدي، شو صاير لك؟ أنا شو صاير لي ولا أنتوا؟ لك رح تجننوني، كل واحد فيكم بهالبيت عايش على كيفه. لك اهدي واسكتي شوي لنفهم من الصبي، شو صاير لي؟ خلص رح اسكت. اسكتي؟ لشو شو آخر تبعكم؟ لك اسكتي! ماما! الليلة شوفوا لا، شو قصة هذا الشغل عند الميكانيكي؟ عم بشتغل. لك فهمت أنك عم تشتغل، ليش عم تشتغل؟ ثلاث أرباع رفقاتي بالمدرسة عم يشتغلوا بالصيفية، يطلعوا مصاريف الشتاء. طيب شو عليه إذا الولد اشتغل بالصيفية وطالع له قرشين؟ ولا شيء. بس هو بده يتعلم مصلحة مشان يترك المدرسة ويطلع بلا علم، مثل ما عمل رفيقه أحمد ولا لحقه بسام. صاير الحكي ولا؟ لا يا أبي، بس بالصيف. إذا كان هيك معلش خليك بالشغل. فوت بابا، فوت. فوت غسل وغير وعيك. الله عليك يا ابو العز. اهلا وسهلا فيكم يا جماعه، انتم شرفتونا. بالمهل. الحقيقه يا اخي ابو العز انه معتز شب مجتهد ونشيط وبيستاهل كل خير والله. الله يسلمك ويخلي لك اولادك. وانت يا ابو معتز ما قصرت معه، تعبت ولقيت نتيجه تعبك. الحمد لله. الحمد لله. وعقبال عند المحروسه سمر ان شاء الله. الله يسلمك يا رب. مدي ايدك محسره جبنها. ان شاء الله عامر يا رب. عقبال ما تفرحي فيا ام العز. عقبال تخرج السمر ان شاء الله يا رب. السلام عليكم. اهلين يا اخي. الحمد لله على السلامه دكتور. الله يسلمك دكتور. الدكتور معتز بتلمكم. الله يسلمك بجاه النبي. كيفك دكتور؟ الحمد لله. طمني، شو رح تعمل بعد رجعتك؟ موظف بشركه الدراسات الهندسيه، ما هن اللي بيبعتوه يعمل دكتوراه بالهندسه. ها معناها بدك ترجع للوظيفه. لك ورح يسلموه وظيفه عاليه كثير. معتز بيستاهل. شكرا خاتم حسان. حسان كيفه؟ حسان تخرج وتوظف وتجوز، وسمر ان شاء الله السنه الجايه بتتخرج من الهندسه المعماريه. ها عم تدرس عماره؟ مثلك تمام يا بي، مثلك تمام. بعدين بنت مربايه وفهمانه، علم وجمال وادب، اسم الله حولها وحواليها. ان شاء الله بتفرحي فيها يا ام حسان. الله يفرح قلبك يا ام العز، هذا كله من ذوقك. وان شاء الله بنفرح كمان بمعتز. الله يسمع منك اختي، وعن قريب ان شاء الله. شو بكم يا جماعه؟ كأنكم خجلانين. اشروا سلوا. سلي ام حسان، شو بكي؟ يا ترى كيف صار شكله؟ كبر ولا بعده مثل ما هو؟ بعده خجول ولا تغيرت احواله؟ عن اذنك انا ما عاد في ظبط ابدا. مساء الخير. مساء النور. شو بك؟ ايه تأخرتوا. لا خلي لك، شو بنعمل يا امي؟ ما كانوا يتركونا، ما في غير ضيافه رايحه وضيافه جايه. شو يعني ام حسان؟ ما بدكم تتعشوا؟ لا ما حنتعشى، انت اذا كان بدك اعملي لك سندويشه. ايه لا، ما حيجيني نفس اكل لوحدي.
دخلي شو؟ شلون شفتي اللي معتز؟ خلص دراسة ولا جاي زيارة؟ لا خلص دكتوراه. شو ما شاء الله، ونفسيته شلون؟ متغير شي؟ خزيت العين عنه، فهمان ومتواضع، الله يخليه لأهله ويفرحهم فيه يا رب. تعرفي من العز هل أبو حسان رجال آدمي وما في منه، وكل أهل الحارة بيحمدوا فيه. أم حسان كمان على سلامتها، دايرة بالها على بيتها وولادها وما لها خلطة بحدا. وسمر بنتهم ما في منها، بنت مرباية وفهمانة وذكية وحلوة، اسم الله حولها وحواليها، ما هيك أمي؟ مزبوط. مية اللي بدها تكون من نصيبه. وليش حتى ما تكون من نصيبك؟ يا بي الله يخليك، هالموضوع يموري يا من بالكم أنت أمي. شو استخلك ابني؟ ليش ما بدك تتجوز؟ شو ناقصك؟ وظيفة ومأمنة، البيت وموجود ومصاري خير الله. يا بابا مو هون المشكلة. لكان وين المشكلة؟ فهمني احكي. يا بي أنا بدون لف دوران جاي لهون فترة حتى أطمن عليكم وبعدين راجع على فرنسا. راجع شو؟ لك شو عم تحكي أنت؟